إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا كفيل ولا معين ولا والدة ولا والد ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي ما خلق الله في الكون كله أزكى ولا أتقى ولا أنقى ولا أرقى ولا أحلى ولا أبهى ولا أسعد ولا أرشد ولا أجمل ولا أنبل ولا أزهر ولا أنور ولا أبلغ ولا أبين ولا أفصح ولا أنصح ولا أوضح ولا أزهد ولا أعبد ولا أخشع لله من الحبيب فصلوا على الحبيب سلام على من شرف الله قدره وأيده بالمعجزات وبالحكم سلام على من قال للبدر في السماء ألا فانقسم نصفين يا بدر فانقسم سلام على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشعر بذلك من ألم سلام على من قال يا رب أمتي أجرها من العذاب قال له نعم فأنت لها كنز وحصن وسيد وأنت شفيع الخلق إن زلت القدم أما بعد كثيرا من الخطباء من يتحدث عن النبي وعن اللحظات الأخيرة عند وفاته وعند موته ولا شك أن الحدث جلل والمصاب كبير في فقد النبي لكن اسمحوا لي في هذه الدقائق القليلة أن أتحدث عن موضوع جديد ألا وهو غسل النبي وتكفين النبي بادئ ذي بدء وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد بعدما مات النبي وركز معي جيدا في هذه المعلومات النبي مات في ضحى يوم الاثنين حين اشتدت الشمس يعني بتوقيتنا حاليا النبي مات في الساعة السابعة أو الثامنة صباحا في ضحى يوم الاثنين وظل النبي مسجا على فراشه يوما كاملا أما في يوم الثلاثاء فجهزوه وكفنوه صلى الله عليه وسلم إذن النبي لم يغسل ولم يكفن ولم يجهز إلا في يوم الثلاثاء ومن هنا قال الفقهاء يجوز تأخير تجهيز الميت إذا كان في ذلك مصلحة فإذا كان الميت له أبناء في الغربة أو في الخارج وأرادوا أن يحضروا جنازة أبيهم فلا بأس من انتظارهم قال علي بن أبي طالب غسلنا النبي يوم الثلاثاء
قال: واختلفنا لا ندري ماذا نصنع في تغسيل النبي، أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فاختلفوا في ذلك. قال علي بن أبي طالب: والله بينما نحن بجوار النبي وعندنا الماء، إذ ألقي علينا النوم والنعاس حتى إن لحية أحدنا إلى صدره، وكلمهم رجل من ناحية البيت من خارج الحجرة النبوية الشريفة لا يدرون من هو، يسمع صوته ولا يرى أثره. قال علي: فسمعنا هاتفا يقول: غسلوا رسول الله من فوق ثيابه ولا تجردوه. فغسلناه، غسله العباس بن عبد المطلب وولداه الفضل وقسم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العباس وولداه يقلبون جسد النبي، وكان أسامة وشقران يصبان عليه الماء، وكان علي بن أبي طالب. وعلي من العلو كان يقوم بتغسيل الجسد الشريف. قال علي: وصببنا عليه الماء من فوق القميص، فلم يرى من رسول الله ما يرى من الميت. يقول: ونظرت لأجد ما يخرج من رسول الله كما يخرج من الأموات، فلم أر شيئا، وشممنا طيبا ما شممنا مثله، وكانت الحجرة النبوية الشريفة كأنها تحفها الملائكة. قال علي: ثم كفناه في ثلاثة أسواب بيض سحولية من كرسف، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرجناه فيها إدراجا. وبعدما غسلوه وكفنوه، قال الصحابة لأبي بكر الصديق: يا صاحب رسول الله، أنصلي على رسول الله صلاة الجنازة كما نصلي على موتانا؟ قال: نعم. قالوا: وكيف ذلك يا صاحب رسول الله؟ قال: تصلون عليه في بيته في حجرة عائشة، يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيفعلون كما فعلوا في الأول. فدخل الناس عليه في الحجرة للصلاة عليه، وصلى عليه الصحابة مجموعات مجموعات، عشرة عشرة، لأن بيته الذي عاش ومات فيه بيت ضيق لا يتسع إلا لعشرة أفراد فقط. خرج النبي من الدنيا مسكينا، لأنه يعلم حقارة الدنيا، فهو الذي قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فلضيق المكان الصحابة صلوا عليه عشرة عشرة، لم يتقدمهم إمام، هاب الناس أن يقدموا أحدا أن يصلي بهم على رسول الله. وأول من صلى عليه من الناس هو عمه العباس، وهو أسن بني هاشم، ثم صلى عليه عصبته وعشيرته وقرابته من بني هاشم، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم صلى عليه الأنصار، ثم صلى عليه الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد، ثم الإيماء،
ذكر الشوكاني في كتابه نيل الأوطار أن عدد الذين صلوا على النبي عند موته يبلغون 37,000 نفسا. وبسبب هذه الأعداد الكثيرة تأخر دفن النبي. من أجل ذلك النبي مات ضحى يوم الاثنين ودفن في ليلة الأربعاء. اسمع إلى هذه المعلومة الجديدة. ثم بعد ذلك قال الصحابة وأرادوا أن يدفنوا النبي فاختلفوا أين يقبر ويدفن، أينقل بين أصحابه إلى بقيع الغرقد أم أين يدفنوه؟ إنه جسد ليس كسائر الأجساد. فلما اختلفوا حسم الأمر أبو بكر الصديق فقال لهم يدفن رسول الله في المكان الذي قبضه الله فيه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. ثم قال أبو بكر سمعت النبي يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث مات. فجمع بين دليل وتعليل فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة زوجته عائشة. ورفع أبو طلحة الأنصاري الفراش وحفروا تحت فراشه قبرا ووري جسده الطاهر. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وقبره في حجرة أمنا عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة، وكانت حجرة أمنا عائشة خارج مسجد رسول الله. وتولى دفن النبي ونزل في قبره وفي حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله. ثم بنوا عليه من الداخل أي في اللحد الداخلي، بنوا عليه 9 لبنات صلى الله عليه وسلم. ثم حسوا التراب، فلما حسوا التراب على القبر الشريف وأتموا الدفن تقول السيدة عائشة ما علمنا بدفن النبي حتى سمعنا صوت المساحي، يعني حتى سمعنا صوت الفؤوس وهي تجر التراب على قبر النبي في جوف ليلة الأربعاء. فلما انتهى الصحابة من دفن النبي قالت فاطمة بنت رسول الله وبكت وهي ترى أباها يدفن أمامها، بكت وقالت يا أنس يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله يا أنس؟ فهيجته للبكاء، فكأن لسان حال أنس يقول والله ما طابت ولن تطيب، والله يا ابنة رسول الله لو استطعنا أن نضع أباك بين السماء والأرض لفعلنا، ولكن كيف وقد قال الله لأبيك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وبعدما دفن النبي دفن بجواره في نفس الغرفة والحجرة أبو بكر الصديق، ثم دفن بجوارهما عمر بن الخطاب. حاليا في الحجرة النبوية الشريفة يوجد مكان رابع أراد أن يدفن فيه عثمان بن عفان فمنع، وأراد أن يدفن فيه الحسن بن علي فمنع. فلمن سيكون المكان الرابع؟ المكان الرابع لعيسى بن مريم عليه السلام.
جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال: مكتوب في التوراة أن محمدا وعيسى يدفنان في مكان واحد. وبالمناسبة النبي مات وعمره 63 سنة، وأبو بكر مات وعمره 63 سنة، وعمر مات وعمره 63 سنة، وعلي بن أبي طالب مات وعمره 63 سنة، أما عثمان بن عفان فمات وعمره 82 سنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن خلاصة القول: النبي مات في ضحى يوم الاثنين، وغسلوه يوم الثلاثاء، ودفنوه في الليل في جوف ليلة الأربعاء، وما بين ضحى يوم الاثنين وما بين ليلة الأربعاء تم اختيار أبي بكر الصديق خليفة على المسلمين في سقيفة بني ساعدة. هذه المعلومات يجب عليك أن تحفظها كاسمك يا عبد الله. والنبي مات في العام 11 من الهجرة في يوم 12 من شهر ربيع الأول، وكاد أن يكون إجماعا إلا أنهم اختلفوا في يوم، فمنهم من قال مات في اليوم 13 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. يا رسول الله، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشاكل الناس عبادتك، أنا لا أقول كما قال بعض من شطح: خلق الكون من أجل محمد، ولكني أقول: خلق البشر ليكونوا على شاكلة محمد. ألا إن الذين أبهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. إنه الرسول المصطفى ودينه المجتبى، وتابعوه أولو النهى، ما رأى الكون على طول المدى بشرا في وصفه من عهد حواء. إنه المختار تاج الأنبياء عالي المراقي، من على ظهر البراق ورق المعراج حتى جاز أسماك الطباق. أفضل الرسل وأعلاهم بحكم الاتفاق، إليه انقاد الشجر وعليه سلم الحجر، ما حفظت له غدرة وما عرفت له زلة، زكاه ربه وشهد له خصمه. إنه رسول الله بل خليل الله، أقسم الله بحياته وبلده وكتابه، وعلى عظيم خلقه، وقرن اسمه باسمه، ورضاه برضاه، وطاعته بطاعته، وحبه باتباعه. هو خير من طلعت عليه الشمس، شهد بها العقل والنقل والحس، واليوم والأمس والإشارة والهمس، فدته نفسي وتفديه أعاديه، بل كل ما فوق ظهر الأرض يفديه، كان رمزا للوفاء والحياء، نصلي عليه من الألف إلى الياء، من ألف الاصطفاء وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحب وخاء الخير ودال الدلال وذال الذكاء وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهناء وواو الوفاء ولا مل في التوحيد لا إله إلا الله، ويا ينبوع الحب محمد رسول الله.
تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وغمومنا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.